لو انت مهتم بالكالسيوم واهميته وازاي تعوضه لو انت مش من محبين الالبان يبقى الحلقه دي علشانك. اهلا بيكم في حلقه جديده مع كابتن اوكا، والنهارده معانا حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها عن الكالسيوم وايه اهميته وازاي اعوضه لو انا مش من محبين الالبان، بما ان الالبان هي اكبر مصدر للكالسيوم موجود واسهل حاجه نقدر ناخدها ونعوض احتياجاتنا من الكالسيوم. بس قبل ما ندخل في موضوع النهارده احب افكرك ان انت تدعمنا وتعمل الحلقه لايك لو مش مشترك في قناه الشيك الاول، وتفعل زر الجرس عشان توصل بقيه الحلقات. يلا بينا. الكالسيوم، ايه هو الكالسيوم؟ الكالسيوم هو اشهر المعادن الموجوده في الجسم وبتدخل في بناء العظام والاسنان، كما بتساعد في نشاط العضلات والقلب والأوعية الدموية وإفراز الهرمونات والإنزيمات وحاجات تانية كتير جدا. يبقى الكالسيوم ده من أهم العناصر اللي لازم اهتم بيها. طيب إيه تاني للكالسيوم؟ احنا قلنا بيدخل في بناء العظام والأسنان. طب أصلا مخازن الكالسيوم فين؟ عندنا الكالسيوم أكبر مخازن ليه هي بتبقى العظام، وما بيلجأ لهاش الجسم إلا عند تقليل مستويات الكالسيوم في الدم. يعني كل ما يكون نسبة الكالسيوم في الدم تقل يبتدي يحتاج من العظم، غير كده بيبتدي يستعمل النسبة اللي موجودة في الدم. طيب يبقى قلنا أهميته وقلنا المخازن بتاعته إيه. طب أهم حاجة تانية لينا بقى، وبما إننا إحنا رياضيين وبنتكلم عن الجيم والعضلات والرياضة، ازاي بيدخل في نشاط العضلات؟ احنا قلنا اي حركه بنعملها الجسم وبالذات في التمارين او الانقباض العضلي، الانقباض العضلي ده بيتكون من حاجتين، انقباض وانبساط او كونسنتريك واسنتريك، يعني انقباض عضلي وانبساط عضلي. الانقباض العضلي العنصر الاساسي اللي الجسم بيحتاجه عشان العضله تعرف تعمل انقباض هو الكالسيوم، والعنصر الثاني اللي هو البوتاسيوم اللي هو بتاع الانبساط، واحنا اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقه بتاعه الموس وازاي ان انا اعوضه. طيب يبقى لازم عشان يحصل انقباض عضلي لازم يكون في الدم نسبه الكالسيوم كافيه عشان يحصل للعضلات انقباض عضلي. يعني الكالسيوم كل ما يكون قليل في جسمي انا مش هعرف اتمرن حديد، او مش هعرف اتمرن جيم، مش هعرف ارفع اوزان، هوصل لعند مستوى معين العضله هترهق لانها مش عارفه تعمل انقباض عضلي عشان نسبه الكالسيوم اللي في الدم قليله. يبقى كده ده عنصر مفيش غنى عنه خاصة للرياضيين، أنا قلت أهميته كتير بس إحنا بنسكن الجزء الرياضي، يبقى ده كده مفيش غنى عنه. طيب أعوضه إزاي؟ عندنا أهم مصدر للكالسيوم هي الألبان. طب أنا دلوقتي شخص ما بعرفش أشرب اللبن أو ما بحبش اللبن، مهما ضفت عليه شوكولاتة، موز، أي حاجة، أنا بتقرف من اللبن دوت أو عندي حساسية من الألبان، هنعوضه إزاي؟ ودي أهم حاجة في حلقة النهاردة. اول حاجه معايا بتوافر في السمسم او الطحينه عامه، الطحينه السمسم. تاني حاجه بذور الكتان. تالت حاجه في البقوليات زي العدس واللوبيا وفول الصويا. رابع حاجه في الخضار الاخضر زي البروكلي والفاصوليا والبسله. خامس حاجه في الطحالب والمأكولات البحريه. سادس حاجه المكسرات واللوز وجميع اشكال المكسرات. يبقى كده احنا قلنا اهم العناصر اللي بتحتوي على الكالسيوم النباتي، بعيدنا عن الحيواني اللي موجود في الالبان. طب انا يفضل لي ايه؟ الجسم يفضل ليه في الكالسيوم الاثنين، عشان انا عندي كالسيوم قلوي وحمضي ومش هخش في الموضوع ده كتير وهتكلم فيه، بس الجسم بيفضل له الاثنين، ما حدش يجي يقول لي الالبان لا عشان الالبان حمضي وانا عاوز قلوي، لازم الاثنين. الالبان ابعد عن الالبان البقريه او الالبان المعلبه، حاول تبقى البان طبيعيه عن طريق الالبان اللي هي بتاعت الجاموسي او الطبيعي كامل الدسم، عاوز انت تخليه الدسم انت اللي خليه خلي الدسم، ما تشتريش انت البان بقريه وتقول لي عشان بتبقى خليت الدسم عشان خاطر الهرمونات والمشاكل اللي فيها، هي ديت اللي بتقلل امتصاص الجسم للكالسيوم. لكن هتيجي تقول لي لا ده اللبن وحش في الكالسيوم، اللبن من اهم عناصر اللي الجسم بيحتاجها او غنيه بالكالسيوم. بس برضو ارجع واقول لك انت محتاج العنصرين، محتاج تدخله عن طريق الحاجات اللي احنا قلناها، الخضار والمكسرات والمأكولات البحريه، وعن طريق الالبان. ما حدش يجي يقول لي لا الالبان وحشه، انا همشي على الحالات اللي انت قلتها لي، انا قلت في الحالات اللي ما يقدرش ياخد اللبن، الناس اللي ما بتقدرش تشرب لبن هي اللي انا ساعتها بوجهها للعناصر الثانيه. لكن الكالسيوم ده من اهم المعادن الموجوده في الجسم، ما فيش غنى عنها، ما ينفعش.
يا ريت تكون حلقه النهارده سهله وبسيطه. اتكلمت بطريقه سريعه عن الكالسيوم واهميته، وطبعا الكالسيوم ده من اهم المعادن زي ما انا قلت. لو عجبتك الحلقه النهارده اكيد مش هتستخسر فين تعمل الحلقه لايك، لو مش مشترك في قناه الشيك الاول وتفعل زر الجرس لتوصلك بيه الحلقات، واكيد مش هتستخسر في اصحابك انت تعمل لهم شير عشان يشوفوا الحلقه هم كمان. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبولي في الكومنتات ارد عليه على قد ما اقدر. انا معكم كابتن رفيق.